فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أصبح كثير من الناس في هذه الأيام يحتقرون دراسة العلوم الشرعية، فيقولون: من كان معدله ضعيفا أو كان قليل الفهم فعليه أن يتوجه إلى كلية شرعية، فكيف نرد على هؤلاء الذين تكاثروا، لأنه قد أصبح الشباب ينفرون من الدراسة في الكليات الشرعية وأن ليس لها مستقبل؟ هؤلاء أما أنهم جهال، ما يعرفون طلب العلم، وإما أنهم مضللون، يعرفون لكن مضللون، يريدون صرف الناس عن العلم النافع وعن الكليات الشرعية، ويقولون ما يجيها إلا الكسالى، ولا يجيها إلا البلدة، ولا إلى آخره، وليس لها مستقبل. هل رأيتم طلاب كلية الشريعة الآن ضايعين، ما لهم وظائف؟ ما لهم؟ الآن هم القياديون ولله الحمد، هم الدعاة، هم المعلمون، هم القضاة، هذا أمر واضح. فالطالب العلم الشرعي أو طالب العلوم الشرعية الآن ولله الحمد في عز ورفعة، ما وصلنا إلى درجة أن طالب العلم الشرعي ما له مجال في المجتمع. هذا في غير مجتمع المسلمين، مجتمع الكفار أو الذين لا رغبة لهم في الإسلام، أما بلاد المسلمين طالب العلم الشرعي معزز ومكرم، والناس يحتاجون إليه، يسألونه ويسترشدون برأيه، فيحسن الظن. يجب على الطالب أن يحسن الظن بالله عز وجل، يطلب العلم الشرعي ولا يكن همه الدنيا والوظائف. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فيحسن الظن بالله عز وجل ويمضي في طريقه، ولا يستمع للمخذلين والمرجفين والمنافقين، لأنه مقتنع بما هو عليه. نعم.